108 من الأساتذة اللي تم تحويلها في مذكرة سيئة الصيت 74 174 أقصد المذكرة اللي جائرة وظالمة اللي حولت هذه 108 من خيرة أساتذة موريتانيا اللي كانت كاملها مهنية تمارس التدريس فيها أشخاص لهم 15 سنة هم في مكان عملهم أشخاص لهم 14 سنة هم في مكان عملهم أشخاص حاصلين على درجات 18-19 أشخاص كانوا يدرسوا الأقسام النهائية وتلاميذهم كانوا متفوقين أقسام أساتذة مشهود لهم بالكفاءة وبالنزاهة معاقبتهم الوزارة على ممارسة حقهم اللي يكفل لهم الدستور ويكفل لهم القانون اللي هو الدخول في إضراب من أجل تلبيه مجموعة من المطالب عندهم مطالب مشروعة مطالب مهنية. إحنا هون جايين داخلين اليوم ذي الاعتصام عند باب الوزير كرفض لهذه المذكرة اللي حولتنا تعسفيا. احنا هاي المذكرة طريقتنا الوحيدة للتعامل معها هي عنها يتم التراجع عنها وتلغى ويعادوا هذه الأساتذة شور مكان عملهم كلهم يرجع شور مؤسسة اللي كان فيها. احنا ما معقول عن نعود أستاذ يحول بناء على عن مدير الجهوي هامه ما تليخ لإضراب الولاية اللي هو فيها. والله الوالي هامه أستاذ مثقف نخبوي ما يمارس السياسة. احنا الأمين العام اجبرناه يامس اللي اجبرناه تليخ بلنا شي من حباليات وش من قطيع الحبال في ايدين وش من الأمور اللي بلا معنى تيقول لنا عنا يا الله نصاع عوله وعنا محولين بناء على طلبات الولايات وعلى رسائل المدراء الجهويين. احنا ما كنا شاكين عن الوزارة في اخر معايير وخطتهم للتحويل 2008 عنها دارت فيهم شين قالوا رسائل الولايات ولا شين قالوا رسائل المدراء الجهويين. كنا شاكين على نيك المعايير انها هي اللي الله تم متبعه. احنا هذه المذكرة اللي هيها جميع نقابات الأساتذة بلا استثناء أبات توقع عليها ورفضتها لأنها خطر على العملية التربوية وخطر على مستقبل الأستاذ وخطر على مستقبل الأمة الموريتانية بشكل عام. إلين يعود أستاذ ناضل عن حقه ودافع عنه لا هي يحول معناها يانت الأستاذ اللي بهم اللي حامل هم الأستاذ تراجع يانت اللي ما كنت حامل هم الأستاذ لا تتخمم تحمل هم الأستاذ ولا تتخمم تحمل هم العملية التعليمية وهم تربية أبناء وجي أبناء هذا الوطن. معناها أننا نحن هون هذا الاعتصام إن شاء الله مستمرين فيه إلين تسقط عنا هذه المذكرة الظالمة الجائرة إلين كل واحد من الأساتذة يرجع لبلد منين كان يدرس فيه وتم يتم إسقاط هذه المذكرة.